رقم أربعة، الاستيعاب ولو بالكلمات، يعني الكلمات المريحة وعدم العناد. كل طرف ليس لديه استعداد لاستيعاب الآخر، هذه المشكلة. طيب إذا صار عنده رغبة في استيعاب الآخر، يعني قرر الأب أن يستوعب الابن وقرر الابن أن يستوعب الأب، إذا صار في قرار مشترك، عند ذلك ستكون ألفاظ مثلا حاضر، سأفعل إن شاء الله، أبشر، سمعا وطاعة، خصوصا من الأصغر للأكبر، سيكون لهذه الكلمات مفعول سحري. وسمعا وطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني هذه كلمة، يعني وما شابهها من كلمات حتى العامية، حتى سم وأبشر وحاضر وطيب، ولا يصير خاطرك إلا طيب، وستجدني عند حسن الظن. الكلمات التي فيها إيجابية أو التي فيها استجابة أو التي فيها يحس الطرف الآخر بالقبول، إنه مقبول وكلامه مقبول وأن أمره مقبول وأن توجيهه مقبول، طبيعي أن الجيل الأقل الأدنى الأصغر لازم يكون في هذا الجانب أكثر. يعني مو معقول هو الأب دائما سيقول ولد حاضر سمعا وطاعة على أمرك، قال هذا كلام الولد لابد أن يكون، فلابد أن يعرف هذا، لابد أن يعرف الولد أنه ينبغي عليه أن يبادر بألفاظ إيجابية فيها قبول وسمع طاعة للأب، والأب عليه أن يكثر الإنصات للولد، أن يكثر الاستماع للولد، يسمع له، خلي الولد يعبر عن مشاعره ويخبر بما حدث اليوم في المدرسة، يتكلم بما في نفسه، خلاص لو عنده اعتراض أو عنده عدم ارتياح لشيء معين دعه ينفس، نفس عندك أحسن ما ينفس عند صديق سوء. خمسة، التهادي. إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. ولا شك أن هذه الهدية لها أثر إنساني، لها أثر يعني في إخماد نار الضغائن والعداوات وفض النزاعات. قالوا الهدية تفتح الباب المصمت، لو عندك باب ما ينفتح تفتح الهدية، لأنها تدل على محبة، بريد القلب إلى القلب، شعار التقدير، عنوان التكريم، تطيب الخاطر. بعض الأمهات إذا أهدى لها ابنها هدية لا تزال تذكر هديتها وتفاخر بها في مجالس النساء، ابني أعطاني هذه، شوفوا إيش أعطاني ابني، وتكرر وتعيد، وكلما حضر ناس جدد جابت الهدية، انظروا ابني. المسألة معناها إن لها، لا، الهدية لوحدها لها قيمة، وإذا صارت من الولد لها قيمة أكبر. فتقديم الهدايا للآباء والأمهات لا يحسنه إلا قليل من الأبناء والبنات، وأيضا في الجانب المقابل لا شك، لأن هذا الأقدر على الإهداء، يعني الأب والأم عندهم المال، الناحية المالية أكبر من الآباء، الأبناء والبنات يعني في العادة. وتجد من وفقه الله من الأولاد يعني يغتنم المناسبات لتقديم الهدايا ويستمر في إدخال السرور ورسم البسمة على محيى والديه، هذه عملية تقريب مهمة جدا. سادسا، التبسم. لأن حديث تبسمك في وجه أخيك لك صدقة معناها أن لها أثر في النفس، وأن هذا التبسم يطرد به الشيطان ويصلح به فساد القلب وتوطد به العلاقات، يعني لو قلنا بعبارة أخرى البشاشة، ما هو فقط التبسم، لأن بعض مذيعي الأخبار عندهم بسمة تجارية لزوم المهنة كذا، ما باردة، ما في أي بشاشة، تقول بشاشة وطلاقة الوجه وأقبل عليه، غير البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. سابعاً، المرونة التربوية. يعني ينبغي أن يدرك الآباء أهمية المرونة التربوية تجاه الأولاد، لأن الصرامة المفرطة والتشديد البالغ غالبا يؤدي نتائج عكسية. والمشكلة أن بعض الآباء عندهم ردة فعل من هذه، يقول أنا أبي اضطهدني، كان يستعمل الشبشب واللي والخرطوم ووسائل التعب،
سلك الكهرباء. طيب إيش النتيجة؟ النتيجة أنه هذا الآن مع ابنه صار يعطيه كل شيء. طب ولدك يدخن، خلي هو يعرف الضرر بنفسه مستقبلا، يقتنع لوحده. يا سلام. طيب إذا كان هذا، طب يعني أحيانا يكون هو صغر السن على تقليد الآخرين، على عوامل أخرى. طيب الولد ما راح يكتشف إلا إيش بعد ما يصاب بسرطان، ولا تفسد نصف رئته مثلا، ولا إيش. ولذلك ما يصلح قضية خلاص يعني إنه إعطاء كل الحبل على الغارب، ترك الحبل على الغارب للولد كردة فعل. أنا من اللي شفته من أبي من القسوة، خلي ولدي يسوي كل شيء. يعني وابتغي بين ذلك سبيلا، بين ذلك قواما. يعني التوسط هذه مبدأ مهم جدا. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فلا تصير يعني أنت كاتم أنفاس الولد، ولا بالذي ترخي له خلاص تطلق له الحبل على الغارب. يقول أحدهم أبي يربيني تماما كما تربى هو واعتاد من أبي، فكثيرا ما ينهال علي بالضرب الشديد. ففي ذات الوقت بعضهم صار عنده يعني نتيجة مفاهيم تغريبية، وبعضهم نتيجة دورات مسمومة تلقى مأخوذة من كتب غربيين، من مصادر بعيدة عن الشريعة الإسلامية، أو من قراءة في كتب نفسية واجتماعية غير موثوقة ألفها ناس ترجموها من كتب الغرب. فصار عندهم الكتب هذه، كتب تطرحها بعض المكتبات التجارية الكبيرة، بعضها تطرح مثلا كتب مترجمة. الكتب هذه أو بعض الدورات غير موثوقة في مضامينها، لأنها تحمل سما زعافا. هي فيها الاستسلام لرغبات الأولاد، الحرية، كذا هو أصلا التعليم، الحرية، أطلق له الحرية، الحرية والإبداع. عندهم الغرب كذا، الإبداع يتولد من الحرية، أعطيه الحرية الكاملة حتى يبدع. طيب وحرية الكاملة قد تعني أن الولد يزني ويقع في اللواط ويشرب المخدر الخمر ويدخن ويتعاطى المخدرات وخلاص. إذا تعطيه حريته كاملة ممكن يجيب لك يعني بنت بالحرام على البيت مثلا، ممكن يفعل أشياء يعني سيئة للغاية مع داخل البيت وخارج البيت. فمسألة التوعية، مسألة النقاش، لا تصير القضية أيضا مسألة الأوامر والنواهي، الإكثار من التعليلات، الأدلة الشرعية والتعليلات العقلية، هذه مهمة في الإقناع بدلا من الضرب أو كتم الأنفاس. ولا بد يكون في يعني تصرفات مفهومة وغير متناقضة وفي قدوة حسنة. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من بني الحارث بن كعب، حارثية، وكان يحبه وينام معه في بيته. فتعرضت، يقول عبد العزيز بن عمر عبد العزيز: فتعرضت له ليلة، فقال عبد العزيز: قلت نعم. قال: بني ما جاء بك؟ ادخل. فدخلت فجلست وهو يصلي، فانتفض كأنه قصبه من لدن ظفره إلى شعره، فظننت أنه مر بآية، يعني آية وعيد، ثم ركع. بعد ما انتهى يعني من الصلاة أتاني قال: ما لك؟ فقلت له: إنه ليس أحد أعلم بولد الرجل منه، وإنك تصنع بابن الحارثية ما لم تصنع بنا. فلست آمن أن يقال هذا من شيء يراه عنده ولا يراه عندهم، معناه ما هم بارين فيه، ما ينام عنده مثل ما ينام عند ذاك. فقال: أعلمك هذا أحد؟ في أحد تكلم بالكلام هذا؟ قلت: لا. قال: فأعد علي. فأعدت. فقال: ارجع إلى مبيتك. فرجعت، وكنت أبيت أنا وإبراهيم وعبد الله وعاصم جميعا، هذو الأولاد أولاد الأم الأخرى، فإذا نحن بفراش يحمل ثم تبعه ابن الحارثية. قلت: ما شأنك؟
قال شأني ما صنعت بي. قال نعيم بن ميسرة كأنه خشي أن يكون جورا. كتاب العيال ابن أبي الدنيا، يعني لما أبدى الولد ملاحظة صحيحة في قضية العدل تقبلها أبوه بقبول حسن وعمل المطلوب العدل،